مبروكة كنقولها ونعاود نقولها باش ما تمنيتو ان شاء الله، والله يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله في اقرب وقت، وندوزو المقادير بلا ونقول لكم شنو نصاوب معكم بلا ما نكثروا الهضره. المهم اليوم غادي نصاوب معكم فقاص بطريقتي اللي كيجي زوين وكيجي فيه المقرمل وفي نفس الوقت هشيش، ونتمنى انكم تجربوه. المهم اول حاجه نتمنى انه يعجبكم. المهم ندوزو المقادير. عندي هنايا 6 ديال البيضات، كل الحجم ديالهم كبير شويه. عندي واحد المعلقه ديال الزبيب، اي زبيب عندكم سواء اسود ولا سواء ابيض. المهم انا درت فيه واحد شويه ديال الماء باش يفزك، غير واحد شويه. عندي جوج خمارات حمرين، زلافه ديال سنيده، زلافه الزيت. المهم واحد 5 دراهم ديال اللوزانه بحال هكاك. المهم القياس ديال 5 دراهم، كل واحد وجهده، ممكن انكم تستغنيو عليه ديروا في بلاصتو الزبيب وما ديروش اللوز. وعندي هنايا الماء زهر، هانتوما انا دايره نص كاس، راه ربع كاس تقريبا اللي دايره. نتوما ممكن ديروا الا عندكم الماء زهر ديال اللي كتشريو يعني بالقرعه، راه غادي ديروا شويه اكثر الا كان ما مجهدش. انا عندي هذا مجهد، داكشي علاش كنحاول نهرب منه ما نكثرش. عندي معلقه ديال النافع ومعلقه ديال الزنجلان، طبيعة الحال معلقه كبيره. المهم غادي ندوزو للمرحله الاولى، وهادشي كامل تيهز كيلو ديال الدقيق، دقيق الفورس اللي خاص بالحلويات. المهم البنات دابا غادي نقطع اللوز ديالي وغادي نديرو في هذا الماء زهر. المهم غادي نقطع غير شويه. هانتوما غير بحال هكا غير باش ما يقطعش لنا الفقاص. البنات من بعد ما قطعت اللوز ديالي، ها هو درتو غير بحال هكا، درتو في هذا الماء زهر. غادي نخليه وغادي نبدا نعجن، نجمع هاد، غادي نهرس البيض. البيض هو اول حاجه، البيض راه عندي مغسول. هانتوما من بعد ما هرست البيض غادي نخلط. غادي ندير سنيده، زلافه ديال السنيده اللي عندي. نخلط حتى تذوب ليا هاد السنيدة. السنيدة ديالي غادي ندير الزيت ونخلط. من بعد ما درنا الزيت وخلطنا غادي ندير الزبيب، ديك معلقه الزبيب اللي عندي. دابا غادي ندير كلشي، اللوز اللي رقدت في الماء زهر حتى هو غنديرو. معلقه الزنجلان والنافع، دابا غادي نجمع بالطحين على حسب، غادي نشوف الطحين اللي غادي نحتاج.
المهم البنات هانتوما راه مازال ما درتش الطحين كامل. المهم كيلو ديال الطحين راه غادي يهزوا لي. نتوما درت جوج غندير الخمارات نتوما. الخمارات من وزن 8 غرام هما اللي كندير. اللي بغى يدير فاني يديرها، اللي ما بغاهاش يستغني عنها. انايا ما عنديش معاها ما كنديرهاش، واصلا دايره الماء الزهر يعني راه بوحدو راه منسي. صافي غادي نكمل هكا حتى نجمع العجينه ديالي وتكون مجموعه ونعاود نرجع معكم. هانتوما البنات من بعد ما جمعت العجينه ديالي هانتوما كما قلت لكم هزات ليا كيلو ديال الطحين بالعبر. دابا غادي نحاول نقسمها، نكورو وغادي نقسم وغادي ندير على حسب اللاطه ديالي، على حسب الطول ديال اللاطه ديالي. نتوما كل واحد كيبغى، كاين اللي كيرققو بزاف ما يجيش عريض، وكاين اللي كي يديرو ما كيرققوش ما قلت لكم ما تيرققوش باش يجي غريب، وكاين اللي كيرققوا باش يجي عاوتاني يكون الحبات ديالو متساويه ما تجيش الحبه ديالو كبير. هو الا خليتيه بحال هكا راه غادي تجي، الا خليتيه عريض شويه راه غادي تجيك الحبه كبيره. كل واحد وذوقه. المهم غادي نستمر بحال هكا حتى نكملهم كاملين وغادي نرجع معكم. هانتوما البنات كما كتشوفوا معايا راه كيلو ديال الطحين هو هذا، خرج لي 4 ديال بحال ديال هاد الكوميرات ديال الفقاس. المهم غادي خديت هنايا واحد البيضه، خديت بيضه كامله ودرت فيها نسكافي وواحد شويه. هانتوما كنقربو مزيان وكندهنوا الفقاس ديالنا بالبيض ونسكافي. انا درت واحد القطيره ديال الخل باش ما تبقاش ليا ديك الزفوره. المهم غادي ندهن مزيان باش يتحمر وصافي باش يجي الوجه ديالو زوين. ونكونو مسخنين الفران ديالنا على درجة 180 درجة. ولا عندكم الفران ديال الغاز راه ضروري، انا عندي الفران ديال الغاز نقصو البوطة. الا كان الفران ديالكم خفيف نقصوا البوطه باش ما باش ما يتخطفش ويجي من الداخل معجن. انا هاد الفقاس اللي كنصاوب معكم راه صاوبته دابا كنصاوبو بالليل. علاش؟ باش غادي نبيتو حتى للصباح عاد غادي نقطعو. اللي بغى يصاوبو مثلا في الصباح ويخليه حتى الليل عاد يقطعو يديرها. انا غادي نخليه، انا صاوبته بالليل باش في الصباح نوض غير نقطعو صافي ويتحمر. هانتوما البنات من بعد ما دهنتو خديت فرشيطه غادي نحاول نشرطو غير بحال هكا غير بشويه على حسب الديكور وصافي. نتوما وغادي ندخلو الفران ديالي حتى يطيب، يطيب مزيان عاد غادي حتى يطيب من التحت ويتنفخ عاد غادي نشعل عليه الفوق باش يتحمر، باش يتحمر الوجه ديالو. ونتلاقى معكم بعد ما يتحمر الفقاس. شوفوا معايا الفقاس ديالي راه وجد، ها هو طاب. هانتوما كندخلو فيه الموس الا ما خرجتش لينا العجينه يعني راه طاب. هانتوما كيفاش كيجي، ما كنحمروش بزاف غير شويه وصافي غير باش يبان يبانوا لنا هاد الخطوط هادو هما اللي بغينا نخليهم حتى يبانوا.
شرويطه او لفوطه او لسربيته اي حاجه عندكم فزكتها، ها نتوما راه فازقه فزكتها غير شويه، وغادي نغطي بها هاد الفقاس ديالي ها نتوما، وغادي نخليوه حتى الصباح ان شاء الله، وعاد نرجع معاكم باش نقطعوه. دابا غادي نخليوه ضروري السربيته تكون فازقه، تكون فازقه شويه ضروري، اولا الفوطه حتى الفوطه فزقوها كرشوها بالماء وديروها، وغدا ان شاء الله نتلاقاو. معايا الفقاس ديالي من بعد ما خبيتو، اول حاجه صباح الخير عليكم حيت هذا النهار الثاني. المهم غادي نقطعو على هاد الطريقه هكا، حاولوا البنات ما تغلطوش باش ما يجيكمش من الداخل ما مقرملش، يجي بحال معجن، واخا هو راه طايب، ولكني الا غلطتوه وحمرتوه في الفران عاودتو له الطياب الثاني راه غادي يجيكم من الداخل ما زوينش. احسن حاجه رققوه، حاولوا معاه بشويه ورققوه، واخا تفرتت لكم شويه ولكني اهم حاجه انه يكون رقيق. المهم كنكمل بحال هكا حتى نكمل الفقاس ديالي، ونعاود نرجع معكم باش نوريكم الطريقه باش غادي نحمر في الفران فقاس في الفران. المهم بقاو معايا، راني ساليتو درتو في اللاطه، هذا الاول اللي تقطع. دابا غادي شعلت عليه لتحت وشعلت عليه الفوق في نفس، غادي نطيبو يتحمر من التحت، ها نتوما يتحمر من التحت حتى ياخذ داك اللون الذهبي. دابا راه مازال ياخذ لون الذهبي بحال هاد الولا، هادو هما جايين للوسط ويا من جوج جهات، ونحيدوهم وغادي نكملوا على هاد الطريقه حتى نساليو الفقاس ديالنا كامل. النار ماشي ضروري تكون مجهده، ماشي ضروري تكون ضعيفه حيت هو اصلا راه طايب، يعني خصو غير يتحمر وصافي. كما كتشوفوا انا ساليت الفقاس ديالي، نتمنى انه يعجبكم. ها نتوما راه كيجي زوين بزاف، ها نتوما كيفاش تيجي، نتمنى انه يعجبكم، وكيجي لذيد وفيه المذاق كيشهي. ها نتوما كما كتشوفوا معايا انا راني رققته، ها نتوما شوفوا مقرمل وفي نفس الوقت كيتفرتت، ها نتوما تيتفرتت غير بوحدو وفي نفس الوقت مقرمل. المهم هذه هي الوصفه ديالي اليوم، نتمنى انها تعجبكم وتجربوه، راه كيجي زوين زوين بزاف، وكيكون حتى الا انايا المشكل ديالي انه تقطع، انني وقع لي واحد المشكل بيتو وماشي صوبتو لغد ليه في الصباح، خليتو يعني حتى العشيه، يعني بحال بدا تيقصح لي شويه، نتوما الا بيتوه نوضو في الصباح وصوبوه. انايا درت الخطا، اما هو ما كيتقطعش وكيجي زوين، وضروري شي شويه ديال التفرتيت ولكن تيجي زوين بزاف. ننصحكم بالتجربه ديالو، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر اولا وصفه اخرى، وبسلام عليكم.